لعل موسوعة جينيز مؤخرا ستضيف رقما قياسيا جديدا انفرد به العراق، وهو فصل الكهرباء الذي يضاف إلى الفصول الأربعة ليجعلها خمسة فصول. فموسم انعدام الكهرباء الذي يزيد من وطأة الصيف قساوة بات محط سخط الشارع في محافظة صلاح الدين بسبب أزلية هذه المشكلة وانعدام الحلول لها. أكو اتفاق بين أبو المولد وبين الدائرة، ايه طفي الكهرباء دا يشغل، وبيش الامبير 15 ب 20. اي شركة تطيها؟ الشركة العالمية يابانية او غير يابانية تجهز العراق كله ببير نفطية واحدة، نطيهم بير نفطية يشتغلوها يجهزوا لك العراق كله كهرباء، ولكن ملتهين كل من ياخذ راتب 7 ملايين ويطلع من رئيس الجمهورية وانت ناجي. كهرباء دا تجينا صارنا يوما مبهذلين مبهذلة مو شلون ما كان، يعني أقل من 130 دي تجي لها ساعتين، أقل من 130 يعني ثلاجة ما تقدر تشغل عليها حتى يشرب الصايم ما يبارد. كثيرة هي الملاعب التي تعودت على استقبال كرة الأعذار التي لطالما رميت فيها تخلصا من ضغوط الشارع. هكذا هو خطاب المعنيين في المحافظة تجاه مشكلة الكهرباء وأي مشكلة يعانيها المواطن في جميع مجالات الحياة. المحافظة صلاح الدين من المحافظات التي تعاني قبل الوقت الحاضر من انقطاع التيار الكهربائي المستمر. سبب من أسباب هذا الانقطاع هو الصيانة اللي موجودة على الشبكة في بغداد وربط بغداد على خط بسماية. نطمح أنه أن تكون الأشهر القادمة إن شاء الله أشهر خير، وكان نتمنى أن تكون الصيانة ما بعد شهر رمضان لاستعمال الطاقة الكهربائية المستمر. آمال يطمح الجميع أن تلامس واقع الحال لتكون هناك نهاية فعلية وفاعلة لمعاناة المواطن في مجال الطاقة الكهربائية وبقية الخدمات. جميل الغزالي، قناة رشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.